للحلويات في شهر رمضان مذاق خاص جدا، فهي تخلق جو من السحر الجميل وسط تشكيلة رائعة من أطيب المأكولات والحلويات الشعبية والعربية التي تتسابق المحلات على تقديمها بطرق مبتكرة لاستقطاب المستهلكين وجني الأرباح. تعتبر الحلوى عروس المائدة في شهر رمضان، فالبعض يفضلها منزلية الصنع، فيما الغالبية العظمى تشتري حلويات رمضان من قطايف وكنافة ومكسرات وغيرها من الأصناف العديدة والكثيرة من محال الحلويات التجارية في الأسواق التي تشهد إقبالا ملحوظا ولافتا طيلة أيام شهر رمضان. لما تكون اقبالها على الحلويات العربيه مثل الكنافه، الخطايف، العوامه، المشبك، البلح الشامي، هيك امور يعني الحلويات الشرقيه يعني. الناس يعني تقبل بشكل مختلف شويه، ان هم يستخدموا مثلا استندات، نفسك الاستندات نفس التوزيعات، رمضان كريم بيهدوا بها بعض، سواء مقبل على زياره لحدى اقاربه او الاهل. سهرات رمضان وساعات ما بعد الإفطار القصيرة تجعل لزاماً على الفرد تناول السكر من خلال الحلويات التي أصبح التفنن في صنعها وطرق عرضها أبرز مظاهر الشهر الفضيل. كما يعتبر شهر رمضان بالنسبة للكثير من التجار فرصة للربح السريع من خلال الحلويات التقليدية التي تعتبر الأكثر استهلاكاً. كما تزيد في الشهر الفضيل فرص أن تكون داعياً أو مدعواً، ويتوجب حينها التفكير بهدية، لذا تبقى خيارات تقديم الشوكولا أو الحلوى هي الخيار الأنسب عند تبادل الهدايا في رمضان. في رمضان الناس بحبوا يشتروا حلويات بعد الإفطار. في هذا المكان الجميل احنا جايين نشوف الشوكولاتة المخلوطة، الحلويات في جنبهم، كمان حلويات كنافة وقطايف وإلى آخره، وكمان في القهوة الطيبة هون، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. رمضان سحر ورونق ومتعة خاصة لا يشعر بها إلا الصائم، ولذلك يقبل الناس على الحلويات بأشكالها المختلفة كنوع من الترفيه.